نرجع ونروح تاني لصاله او مجمع الدكتور حسن مصطفى ومراسلتنا العزيزه هنا ابو القاسم. وزي ما عودناكم بنقل لحضراتكم اجواء ما قبل المباراه. اتفضلي يا هنا. يا مساء الخير عليك يا كابتن هيثم وعلى ضيوفك الكرام وعلى كل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، وجوله جديده والاخيره من تصفيات بالفور من داخل صاله دكتور حسن مصطفى. هنقول لكم بقى كل الاجواء وكمان الاستعدادات قبل انطلاق المباراه الاخيره زي ما قلت، والجوله الختاميه بين النادي الاهلي وبانجي. طبعا النادي الاهلي كان قدر يفوز في المباراه الاولى بنتيجه 85-79. خليني بقى اقول لحضرتك انه النادي الاهلي الحقيقه عايز يفوز اكيد في مباراه النهارده، يمكن بالرغم من انه حسم التاهل للنهائيات اللي هتكون مقامه في رواندا، لكن هو يحتاج الفوز في مباراه النهارده عشان يتاكد ان هو يكون متصدر المجموعه، لان طبعا زي ما احنا عارفين انه تصدر المجموعه اكيد بيسهل عليهم الطريق في النهائيات. يمكن كمان عايز يفوز بفرق سكور لانه كمان بيتم المقارنه بين الاول من كل مجموعه. وخليني بقى اقول لحضرتك يا كابتن هيثم واكلمكم عن الاستعدادات، يمكن مستر طبعا اوجستي بوش عقب انتهاء مباراه النادي الاهلي المصري والنادي الاهلي الليبي امس اجتمع اللاعبين في غرفة الملابس بالرغم من ان طبعا الفوز في المباراة وان هم خلاص حسموا التأهل، لكن مستر اوجستي بوش اكد على اللاعبين ان لسه التارجت او الهدف لسه طبعا ما حققوهوش، لان هم بيحتاجوا الفوز في مباراة النهاردة عشان بقى يأكدوا الصدارة، لان زي ما احنا عارفين ان هم طبعا عايزين يعني يتوجوا بهذه البطولة للسنة الثانية، ويمكن ده الحقيقة هدف كل لاعبي النادي الاهلي. يعني طبعا احنا عملنا معاهم اكيد عدد من اللقاءات، الكل بيأكد ان هو مركز بشكل كبير جدا ولا غنى عن الفوز والتتويج بهذه البطولة. طبعا بنتمنى كل التوفيق لرجال النادي الأهلي. يعني طبعا النهاردة اختتم الفريق استعداداته بمحاضرة فنية بالفيديو عشان بقى يدرسوا فريق بانجي بشكل أكبر للمباراة ويستعدوا للمباراة بشكل قوي، لأن طبعا زي ما احنا عارفين إن الحياة المجموعة مشتعلة، الكل بيدور على الفوز. فبالتأكيد هنشوف موعد، الحقيقة احنا على موعد مع مباراة كبيرة جدا بين النادي الأهلي المصري وفريق بانجي، لكن في النهاية أكيد كل التوفيق لرجال النادي الاهلي. ده على صعيد الاستعدادات. كمان بقى يا كابتن هيثم خليني انقل لحضرتك الاجواء داخل الصاله. الحقيقه انه كالعاده الاجواء مميزه جدا داخل صاله دكتور حسن مصطفى، الجماهير متواجده في الصاله بشكل كبير. يعني عايزه الحقيقه اقول انه كمان امس برغم من ان كان في مباراه كره قدم، لكن ايضا كان في عدد من الجماهير متواجد في صاله دكتور حسن مصطفى. النهارده كمان الحقيقه العدد كبير جدا متواجد في الصاله، يمكن كمان اكتر من كل يوم، لان خلاص بقى الجوله الختاميه. اجواء الحقيقه حماسيه جدا ومشجعه جدا، وفي عدد كبير من الجماهير الحقيقه المصريين وكمان عرب وافارقه. يعني اجواء مميزه جدا داخل صاله الدكتور حسن مصطفى. الحقيقه بقى قبل ما اختم كلامي عايزه انقل الحقيقه اشاده كبيره من جماهير النادي الاهلي، لان هم بيشكروا اكيد اداره قناه النادي الاهلي ان هي نقلت بالفور في اجواء مميزه، لان زي ما احنا عارفين انه الجماهير المصريه اصبحت عندها اهتمام اكبر بالالعاب الاخرى. طبعا المجهود الكبير اكيد المبذول من حضراتكم ومن اكيد القائمين على قناة النادي الأهلي، فأكيد كنت حابة طبعا أوصل هذا الشكر. طبعا مع حضرتك يا كابتن هيثم لو عند حضرتك أي استفسارات، وكمان حقيقة عايزة أقول إنه لاعبي النادي الأهلي إن حضرتك طبعا بتبقى عايز دايما تعرف هل نزلوا الملعب ولا لا. هم نزلوا الملعب وبدأوا بالفعل عمليات الإحماء، ويمكن كمان باين على وجوههم التركيز الشديد للمباراة. إن شاء الله بقى يكون النصر حليف رجال النادي الأهلي النهاردة. طبعا مع حضرتك لو عندك أي استفسارات أخرى، والآن العودة ليكم مرة أخرى في الاستوديو.